أن تمنح شهادة شرفية لطاقم إذا تلفزيون في البلاد. أخو سمقرة نقول كلمة خفيفة. بعد التقرير الذي بثته قناة البلاد المتعلق باكتشاف مغارة تقع بين مدينة الأخضرية في ولاية البويرة ومنطقة عمال ببومرداس، والتي تم العثور داخلها على عظام يرجح أن تكون رفات شهداء الثورة التحريرية، قامت الأسرة الثورية ومنظمة أبناء المجاهدين وتنسيقية أبناء الشهداء وعدد من الجمعيات المهتمة بالتاريخ بتكريم فريق قناة البلاد الذي اكتشف هذه المغارة التاريخية. تشهدوا عدة شهداء في المغارة هذه، ولكن المشكله احنا ما قدرناش ندخلوا المغاره هذه. احنا كي كنا صغار حاولنا ندخلوا، سمعنا باللي كاين شهداء متتمه، حاولنا ندخلوا وما قدرناش لان فيها مواد سامه وفيها حتى اللامب الكتريك ما تشعل الداخل. انا رحت تما يعني مع جماعه تاع ابناء شهداء، رحنا حاولنا في الثمانيات حاولنا ندخلوا وما قدرناش. انا نشكر قناه البلاد اللي يعني بكل صراحه غامروا وداروا عمل جبار ويعطيهم الصحه، وراهم مشكورين على الشيء هذا، يعني لان واحد ما قدرش يلحق للعمليه هذه وهم راهم يعني بادروا ومبادره، راهم مشكورين عليها. على كل حال في المستوى يعطيهم الصحه الخدمه اللي خدموها. مغارة تيزي غير الواقعة بجبل بلمو في منطقة عمال لم يتمكن أي شخص من الوصول إليها واكتشافها نظرا لموقعها غير الآمن وصعوبة الدخول إليها، إلى جانب خطر الغازات السامة التي تم بها إبادة مجموعة من المجاهدين إبان الفترة الاستعمارية. المغارة بقيت لأزيد من نصف قرن لغزا لم يتم حله إلا من طرف فريق قناة البلاد الذي تحدى كل الظروف والصعاب وخاطر بحياته من أجل الوصول إلى الحقيقة، وهو الإنجاز الذي لقي استحسان الأسرة الثورية والجمعيات المهتمة بالتاريخ والآثار.